السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. خوت، اول حاجه وقبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي التفاعل ميت بزاف. كنشوف عندي 100 كاو زياده ويلا شويه اللي كيتفرجوا في الفيديو، تعليقات ناقصين واللي كيتفرج في الفيديو ما كيديرش جام. ما فهمتش علاش الواحد منين كيدخل يتفرج في الفيديو ما كيدير لا جام لا كومونتير. قليل الناس اللي كيديروها. الفيديوهات اللي وليت كنحط ما بقاوش كيجمعوا نهائيا المشاهدات. المهم الخوت، بغيت غير نقول لكم الى بقى التفاعل في حال هكا كنظن انني ما غنزيدش نكمل، حيت الفيديوهات ما كياخذوش نسبه المشاهده اللي كيستاهلوا. الناس كيشاركوا القصص وانا كنحاول ما امكن انني نجمع دوك القصص ونقادهم ونسجلهم بصوتي، وكنتسنى منكم تفاعلوا معاها، ولكن لا حياه لمن تنادي. بغيت غير نقول لكم بلي هادشي كيحطمني بزاف. مهم بلا ما نطول عليكم وخليونا نبداو في القصة ديال اليوم. الفقيه، شنو كتعرفوا على هاد الانسان؟ في كل حومة تقريبا كاين فقيه، واحد اللي حافظ كتاب الله، سواء كيرقي به الناس او لا كيصلي بهم في الجامع او لا حافظه غير هكاك. كل واحد وشنو كيقول عليه، كاين اللي كيحتارمه وكيشوفه قدوة ديالو، وكاين اللي كيخاف منه وكيقول لك يعلم الله شنو مخبي تحت ديك اللحيه. كاين اللي كيقول لك متشدد بزاف وخاصو يرخف راسو شويه. كاين اللي كيقول لك باللي كيحرموا كلشي وهما اصلا ما فاهمين والو. المهم الهضره كثير على الفقهاء. بلا شك عرفتوني شكون انا واحد منهم. سميتي عبد القادر وعندي حاليا 56 سنه. جيت باش نعاود لكم على راسي على المواقف اللي طراو معايا، وخصوصا المواقف اللي عندها علاقة بالجن. بزاديت وكبرت في واحد الدوار، في واحد الأسرة اللي بسيطة، كنا كنعيشو النهار بلا ما نفكرو الغد ليه. كانت حياتنا مختصرة ما بين الجامع اللي كنمشيولو والبهايم اللي كنسرحو والما اللي كنمشيو نجيبوه من البير. من صغري وانا كنحس براسي مختلف على قراني، حتى من خوتي ما كانوش في حالي، كانوا ديما كيجبدوا الصداع مع الوالد والوالده، ديما ما كيديروش داكشي اللي بغاو، ديما ما كيسمعوش الهضره. وحتى من الجامع كان ديما الفقيه عاطيهم الفلاقه. كنت كنحس براسي انا هو مول العقل، وحتى الوالد كان كيقولها لي، والفقيه الجامع ديما كيقول لهم شوفوا عبد القادر كيفاش كيحفظ الداخل. هادشي خلى الوالد مفتخر بيا وكيقول لي بلي انت غادي تمشي بعيد. كانوا كيقولوا لي انت هو البركه ديال الدار. الوالدة ملي كانت كتكون مريضة كتجي تتكى عليا وكتقولي اقرا عليا ولدي شوية القرآن داكشي اللي حافظ، وبالفعل غير كنحط عليها يدي وكنبدا نقرا عليها كتولي لاباس. هادشي طرا ما مرة ما جوج، حتى من الوالد وخوتي ولاو كيجيو لعندي ولاو متيقين باللي بصح عندي البركة في يدي. يمكن ورثت هادشي من شي حد من جدودي، حتى من البهايم كنت عزيز عليهم. كنت كنحس بواحد العلاقه كبيره جمعاني معاهم، ما كنتش كنعتبرهم غير حيوانات وصافي، بالعكس كانوا عزاز عليا وكنت مسميهم كل واحد عاطيه سميه. كانت حياتي زوينه بزاف وبسيطه، كنت كنخرج كنبقى نتامل في الطبيعه جالس مرتاح بوحدي، وهادشي عاوني بزاف وفتح البصيره ديالي على شي حوايج اللي الناس العاديين ما يقدروش يشوفوهم. وهادشي اللي عاوني ملي كملت 16 عام وليت كنقدر نشوف الهالة ديال الناس. ديك الساعة ما كنتش عارف شنو سميتها، كنت كنقول غير شي لوان دايرين بالناس، كل واحد واللون ديالو، وكنت كنبقى نشوف وكيعجبني داك الشي. في الاول كان كيحسب لي بلي كاع الناس كيشوفوا هاد الشي، ولكن من بعد عرفت بلي غير انا بوحدي وناس قلال اللي يقدروا يديروا هكا. ما جيت فين نكمل 17 عام حتى كنت خرجت السلكة وحفظت القرآن. انتم عارفين العدد ديال الدوار، تجمعوا كاملين وبقينا غاديين حتى وصلوني للدار ديالنا. كانوا فرحانين بيا، كلشي كيبارك للوالده والوالد
وكيقولوا لهم باللي ولدكم صافي غيديكم للجنة. ديك الليلة الوالدة ما خلات ما حطات وفرحات بيا ديال بصح، وخوتي بقى فيهم الحال حيت الوالد كان كيقول لهم شوفوا اخوكم غير صغار منكم واحفظ القرآن. انا ما كانش كيعجبني هادشي حيت كان كيجبد العداوة بيني وبين خوتي. المهم اللي نعس في ديك الليلة، ما بين النعاس والفياق بان لي واحد الراجل جال عندي، كان لابس عمامة خضراء كاع لباسو تقريبا فيه الخضر والبيض، وكان هز كتاب بين يديه وواحد القلم. بقيت كنشوف فيه شوية حال داك الكتاب بين يديه وبحال الا كيقلب على شي حاجة وهو يمدو ليا. ملي شفت وانا نلقى صورة البقرة وتحديدا الآية ديال الكرسي، كانت مضوية واضحة بواحد اللون بيض. من بعد هو يخبر داك الراجل، ضرباتني الفيقة، حسيت براسي مطمئن وقلت خاصني نمشي لعند الفقيه باش يفسر لي هاد الحلمه، واخا بصراحه كانت واضحه وباينه. المهم داك النهار قاسين ما علينا ما بينا، الوالد قال لي ما عندك فين تخرج تسرح، خلي خوتك هما اللي يتكلفوا بداك الشيء، انت دابا غير ارتاح. سمعنا الدقان في الباب اللوراني ومشى الوالد باش يحل. دخل عندنا واحد الراجل اللي كان صاحب الوالد، كان كينهج وكله مخلوع. قال لي الوالد غير جلس بعدا وقول لينا شنو كاين. جا جلس حدايا بقى كيشوف فيا وكيرغب فيا، وقال لي راه بنتي البارح كانت كتلعب جهة البير وخلاوها صحابها تماك وهربوا عليها، وفي الليل مشيت ولقيتها جالسة تماك وكتبكي بوحدها، وملي جبتها وهي في هذيك الحال غير جالسة وكتبكي وكلها كترعد وما كتجاوبناش وما كتهضرش معانا. قال لي الوالد ياك ما تكون قاصد، قال لي اه داكشي علاش جيت لعند ولدك عبد القادر، هو حافظ القران ولا قرا عليها شويه القران تقدر تولي لاباس. شاف فيا الوالد وقال لي يلا ها ولدي. قلت ليه ولكن انا بصراحه ما عارف ما ندير، خاصو يمشي يشوف الفقيه ديال الجامع ولا شي راقي اللي يكون متمكن. الوالد مرضاش قدام صاحبه نقول له ديك الهضره، وقال لي نوض ولدي، علاش حفظتي انت داك القران غير باش تداوي به الناس؟ شاف الراجل وقال لي راه ديما كيداويني انا وامو. دخلت لبست جلابتي وتميت غادي مع الوالد وداك الراجل. حتى وصلنا للدار كنشوف في البنت كتبان لي دايره بها الكحوليه، الهاله ديالها كحله ومختارقه. بقيت غير مصدوم من داكشي اللي شفت موراها واحد المراه كبيره في العمر، كانت شارفه وجهها مكمش ولابسه كلشي كحل، وكانت كتجر من ديك البنت واحد الخيط، وداك الخيط حتى هو كان لونه كحل. ما حدا كتجر البنت كتعذب. انا بديت كلي كنترعد وخفت. الوالد كيقول لي مالك ولدي اشنو شفتي، سير داوي البنت. الوالد جر داك الراجل وخلاوني معاها بوحدي في البيت. البنت كانت مازال صغيره تكون عندها شي 12 عام. بصراحه تخلعت، اول مره غنشوف شي حاجه بحال هكا. قربت من البنت حطيت عليها يدي حسيت بها كتغرق بحال يدي شداتها شي حاجة، لدرجة أن قلبي تشد عليا وبعدت بزربة على البنت. كنت خايف بزاف من ديك المرأة اللي كانت معاها، وخصوصا الشوفات اللي كدير فيا بحال إلا كانت كتهددني وكتقول لي ما تقربش. بقيت هكاك واقف تماك مصمر في بلاصتي، الوالد كيدق عليا وكيقول لي أنظر ولدي. شوية وأنا نتفكر الحلمة اللي شفت، وتفكرت الكتاب اللي عطاني داك الراجل، كان القرآن والآية اللي قريت آية الكرسي، وقلت غنجرب نقراها. غير بديت كنقراها وهي تبدا كتغوت ديك المرأة، فمها تحل بزاف وكانت كتعذب حتى ديك البنت معاها. البنت مسكينة كتغوت بحر جهدها، وكنشوفها كيفاش كتلوى وكتركل في الأرض قدامي. ولكن أنا كملت في القراية ديالي، قربت منها حتى حطيت يدي عليها وكنقرا في آية الكرسي. باها تخلع عليها وما قدرش يصبر ودخل. شاف بنتو طايحة في الأرض وأنا حاط عليها يدي، قال لي صافي غير حيد باراكا. قلت لي ولك راه باقا ما تعالجات، قال لي راني قلت لك حيد. كان كيغوت ماشي نفس الراجل اللي جال عندي قبيلة. ملي شفت موراه ويسبه لي نفس المرأة، تحولت من البنت ومشات لباها. بصراحة كان داكشي كيخلع، خصوصا كانت هذيك أول تجربة ديالي، وأي دري في السن ديالي كان تقدر طرالي شي حاجة. درت شفت في البنت لقيتها سخفانة، ولكن الحمد لله ولات بخير. أما بوها كان في واحد الحالة اللي صعب منها،
تحت عينيه ولا كحل بزاف. ديك المرأة كانت واقفة موراه وكتجر داك الخيوطة. شاف فيا الواليد قلت ليه خرج وسد الباب. كنت كنحس بحال شي حد معايا، شي حد كيملي عليا داكشي اللي خاصني ندير. كنت كنسمع التوشويش في ودني، داك الراجل تم جاي لجهتي بحال باغي يهجم عليا، ولكن ما قدرش يوصل ليا. ركابي تحشو عليه وطاح للارض. انا استغليت الفرصه وحطيت يدي على راسه وبديت كنقرا عليه في ايات الكرسي. كنقرا وما حبستش. داك الصوت كان باقي كيوشوش ليا في ودني بحال الا كان كيقول ليا كمل وما تحبش. وبالفعل بقيت كنقرا عليه حتى ما بقاش قادر يتحرك. وديك المراه غبرات، بانت ليا حتى خرجت من الشرجم ديال الدار. انا في ديك اللحظه عاد ارتاحيت، حليت الباب ودخل الوالد وكيقول لي اشنو وقع. قلت ليه والو، راهم ولاو بخير. مشى كيفيق في داك الراجل حتى فاق، شاف بنتو لقاها حتى هي سخفانه. من بعد عاودنا ليه شنو طرا وقلت ليه راك غوتي عليا وبغيتي تخرجني من الدار. قال لي انا ما عقلتش نهائيا على هادشي، انا اللي عقلت عليه هو كنت واقف مع بواك. قلت ليه المهم الحمد لله على سلامتكم، بغى يخلصني. وقال لي يا ولدي راه بصح عندك البراكه. من تماك دارت الاشاعه والهضره عليا في الدوار كامل. واخا انا ما كانش كيعجبني هذا الشيء، كنت ديما كنبغي نبقى بوحدي شي بلاصه اللي معزوله، بقى مثلا جالس في الطبيعه ونتامل. ولا تقريبا في كل سيمانه كيجيو عندي جوج الناس على الاقل وكيبقاو يرغبوا في الوالد باش نمشي معاهم. المشكله الوالد خدا الامور بطريقه ماديه، ولو كيجيبوا لي الحليب ولا البيض ولا كاع الفلوس باش انا نمشي معاه. واخا ما كانش كيعجبني هادشي وكنقول له ما تشدش الفلوس. واحد النهار من ايام الله كنت ناعس بوحدي في البيت. كان الضوء ديال القمره ضارب عندي في البيت، كنتسنى نشوف شكون اللي غيدخل. بقيت كنقول الوالد واش هذا انت، ولكن ما جاوبني احد. حسيت بقلبي تزير عليا وبدا كيضرب بالجهد. فهمت علاش يدي اليمنيه اللي كنت كنعالج بها الناس بدات كترعد. وهو يدخل واحد الولد صغير تكون في عمره غير شي 8 سنين. هاد الولد كان في شي شكل، خصوصا عينيه كانوا كيلمعوا واخا الظلام كاين، وكانوا مجبدين وطالعين لفوق، وشعره رطب بزاف وكيتحرك بواحد الطريقه غير طبيعيه. تماك فهمت باللي هو ماشي بنادم، وباللي بطبيعه الحال غيكون من الجن، ويقدر يكون كاع من العمار ديال الدار عندنا. بقى واقف تقريبا قدامي شي جوج ديال الدقائق، ومن بعد خرج ورجع تسد الباب بحال اللي كان. خرجت كنطلع عليه وبان لي غادي حتى خرج مع الباب ديال الدار. حنا كانت عندنا الدار كبيره شويه دايره فحال الشكل ديال الفيرما. كملت 20 عام وانا باقي في داك الدوار. وكيف ما قلت لكم وليت معروف باللي كنعالج الناس. كاين اللي كيقول شريف وعنده البراكه، وكاين اللي كيقول وارث هادشي على جدودو، وكاين اللي مشى بعيد كاع وكيقول بلي كنتعامل بالجن. المهم انا كان عندي هو نيتي الصادقه، ما عمرني ما فكرت نادي شي واحد، بالعكس كنت كنبغي ننفع الناس. في ديك الفتره بالضبط الوالد ديالي مرض بزاف، وحنا في الفيلاج ديالنا كان بعيد علينا السبيطار. كان خاصنا شحال ديال الوقت عاد باش نوصلوا ليه. من بعد ما الاطباء شخصوا الحاله ديالو عرفوا بلي عنده الكلاوي مرض بزاف وبلي خاصو يبقى يدير الدياليز. قلبت انا ولقاوني ما نقدرش نتبرع ليه، وحتى خوتي حتى شي واحد فيهم ما يقدر يتبرع ليه، حيت شرط من الشروط انه ما خاصش يكون عندنا شي مرض مزمن. ولكن حنا مع الاسف كان عندنا السكر وورثناه من العائله ديال الوالده ديالنا. المهم الوالد كان خاصو كل مره يمشي للطبيب وحط فلوس صحيحه ديال بصح، لدرجه انه باع الاغلبيه ديال البهايم ديالو. فكرنا حتى عيينا، والوالده عيات ما تبقى غاديه جايه معاه السبيطارات. داكشي علاش واحد النهار قررنا اننا نتحولوا للمدينه، نبيعوا كاع هادشي اللي عندنا هنايا ونمشيو نسكنوا في المدينه. واخا انا بصراحه ما كنتش ساخي، دوك الاجواء العروبيه كانوا كيعجبوني بزاف. وجينا تحديدا لمدينه مراكش. الوالده قالت لي كيف ما كنتي مولف العروبيه غتولف حتى هنايا، غير صبر ولدي ما عندنا ما نديرو على قبل باك. تماك خوتي تبدلوا بزاف، ولاو كيخرجوا كيسهروا ما كيجيو حتى لثلاثه د الليل. والوالده غير بوحدها، والوالد كان مريض وما يقدرش يوقف عليهم اولا يغوت عليهم، ولاو دايرين ما بغاو. انا الوحيد اللي كنت هاز الهم لديك العائله. مشيت كنقلب على شي خدمه باش هكا نعاون الوالده،
ونعاون حتى الوالد في الدياليز ديالو وعلى الدوايات اللي كانوا كيخرجوا ليه. المهم بقيت كنقلب حتى لقيت واحد الخدمة في واحد الريستوران تماك، ريستوران اللي كان كبير وكيجيو ليه ناس اللي لاباس عليهم، وكان الشرط الوحيد ديالي هو انني ما نسربيه الشراب وما نقربش لجهته. كانوا معايا شي جوج دراري اخرين، وكنت كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، منين تكون شي حاجه ديال الشراب سربيوها نتوما، حيت الباترون ديالي كان في الاول ما وافقش على هذا الشرط وقال لي حتى انت بحالك بحال الدراري غتسربي الشراب، مالك غادي تشرب وياك غادي غير تعطيه للناس وصافي. وانا حيت كنت مزير وافقت. المهم الدراري داروا معايا المزيان وكانوا عارفين اني ما عنديش مع الشراب وما كنقربش لجهته، اما هما كانوا من النوع اللي عاطينا غير السكره والقار. شحال من مره عرضوا عليا كيقولوا لي اجي قصر معانا راه كاينين البنات وكل شيء، ولكن انا كنت كنرفض، اولا حيت ماشي هادشي اللي تربيت عليه، وثانيا حيت هما اصلا ما عارفينيش باللي حافظ القران وباللي باغي نولي فقيه او امام ديال الجامع، حيت هذا هو الحلم ديالي ملي كنت صغير. المهم كنت كنحاول ما امكن نخلي علاقتي بيهم مزيانه، وفي نفس الوقت رفض داكشي اللي كيعرضوا عليا. وليد الحاله ديالو كانت غدا وكتزيد سوء، خصوصا انه ما لقاش اللي يتبرع عليه وكتبوه في لا ليست باش يتسنى نوبته، ماشي الا كان شي واحد متبرع، زعما الا مات شي واحد ياخذوا الكلوه ديالو ويعطيوها عليه، ولكن نوبته كانت مازال معطله. من جيت للمدينه تشغلت بزاف مع الاسف، ما بقيتش كنلقى الوقت باش نقرا القران او نصلي صلاتي، كنقصد النوافل، وحتى الصلاه الفرض كانت كتجمع عليا، كنت كنعجز بزاف، ولكن واخا هكاك كنوض نصليها. واحد النهار كنعقل يلا جيت من الخدمه عيان لدرجه ما قدرتش نصلي، ومشيت نيشان تكيت في فراشي ونعست. في الليل كنسمع واحد الصوت في شي شكل حدايا، صوت اللي كيخلع، مع هزيت راسي وهي تبان ليا واحد المرا جالسه ليا عند راسي، شعرها طويل وكانت كتشوف فيا، كدير فيا شي شوفات كيخلعو، كانت حاطه يديها على راسي وما عرفتش شنو كانت كتقول. ملي شفتها بعدت عليها وطحت من على الفراش، وبقيت كنقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كنقولها وكنعاودها وكنقرا في ايه الكرسي حتى غبرات ديك المرأة. في ديك اللحظة عاد تفكرت باللي ما صليتش المغرب والعشاء، ونط توضيت وصليت، بقيت كنستغفر الله. في ديك الليلة الوالد غيتزاد عليه الحال بزاف، ديناه السبيطار، ولكن قالنا الطبيب مع الأسف الحالة ديالو غدا وكتسوء أكثر، ما كاملاش حتى 3 شهور ويموت الوالد. أنا في ديك الفترة اكتئبت، حيت الوالد كان هو اللي هازنا، كنا كنعولو عليه في كل شيء. من مورا موت الوالد كل شيء غيتبدل، خوتي غيوليو ديما شادين معايا الضد وباغي ليا غير السبة، بحال الا كانوا حالفين عليا، بحال الا الوالد هو اللي كان مانعهم انهم يأهديوني. شحال من مرة كيدخلوا في الليل وريحتهم كتعطعط بالشراب، ولكن ملي كنت كنهضر معاهم كيضروا فيا وكيتحاماو عليا بجوج بيهم، ومني كتجي الوالدة كتفكنا كيقولوا لها بلي هو اللي شارب وحصلناه كيكمل كارو، داكشي علاش كنضربوه. الوالدة بصراحة ما كانتش كتثق بيهم، ولكن واحد النهار كانوا حطوا لي الشراب تحت من فراشي وحتى الكارو، وبلي لقاتو الوالدة تعصبات عليا بزاف وبدا كيدخلها الشك، كتقول لي هاد الخدمة هادي اللي خدام انت في الليل انا راه ما حاملاهاش، ولكن كنت صابر ما بغيتش نخوي الدار، ما بغيتش نخلي الوالدة معاهم هما بجوج، حيت اصلا ما كانوش راضين لها البال وما مسوقينش. وليت كنمشي للخدمة وغير ساهي، دوك الدراري اللي قلت لكم صحابي واللي كانوا حتى هما خدامين معايا، واحد النهار كانوا جالسين في الفيستير وجاب لي الموضوع ديال الجن، كيهضروا بيناتو وكيقول لي صاحبي راني شفت واحد البرنامج اللي كيهضر عليه، وكيقولوا بلي كاينين شي مواقع اللي مسكونين، اش بان لك نمشيو ليهم؟ قال لي راه كاين واحد السحار حدانا ما تصورش، الناس كاملين كيخافوا منه، كيقولوا بلي عنده شي قدرات خياليه وتا شي واحد ما كيقدر يوقف قدامه. كيهضروا بيناتهم، قال لي يا صاحبي بصراحه انا ما كرهتش نشوف شي نهار شي جن، بغيت غير نشوف الشكل ديالهم كيف داير. انا ساهي فيهم وهما مازالين كيهضروا، داروا لعندي وقالوا لي يا عبد القادر واش انت فايت لك شفتي شي جن، نتوما كنتو في العروبيه.
واكيد غتكون شفتي شي نهار شي حاجه. بقيت كنضحك وقلت لهم وعلاش بغيتو تشوفوه، زعما شنو غيتبدل الا شفتوه؟ قالوا لي والو غير فضول وصافي. قلت لهم بعدو منهم، عندكم ما ديروا شي جنون، كيف ما عاطينكم بالتيسع عطيوهم حتى نتوما بالتيسع. بقاو كيقولوا عليا اخويا انت معقد بزاف، وفي صراحه ماشي ديال العشره. داز الوقت على داك الحال حتى كملت 24 عام، وتما قررت انني نتزوج، وقلت حتى لي غنبقى خدام في ديك الريستورو. اللهم نتزوج ونشوف شي جامع اللي في نفس الوقت نسكن فيه وفي نفس الوقت نولي امام ديالو او لا فقيه ديالو. الوالده فرحات بزاف، خصوصا انني الوحيد اللي كنت باقي معاها. خويا الكبير كان تعرف على شي قاوريه في الساحه ديال جامع الفنا وداتو ومشى عاش معاها على برا. اما خويا الوسطاني قال لا، ملي غيمشي يقلب على راسو في كازا، وخلاني غير انا والوالده. طول هاد السنين وانا هاز الوالده كنحاول ما امكن ما ينقصها والو، والحمد لله اموري كانت ميسره. كيف ما قلت لكم قررت انني نتزوج، وبانت لي واحد بنت الناس اللي يتيمه ما عندها لا باها لا ما، كانت ساكنه غير مع خالها. مشينا انا والوالده لعندها باش نخطبوها، وبالفعل خالها ملي عرفني حافظ القران هو يوافق داغي، وقال لي ما غلقاش حسن منك. الحمد لله الامور داغي تيسرات، تزوجت بديك بنت الناس وما كامله حتى شهر وانا نلقى بلاصتي في واحد الجامع وليت ساكن فيه انا وياها والوالده. ديك الدويره اللي كنا شارين بعناها. واحد المره كنت يلا ادنت الفجر ونط باش نصلي بالناس، شويه وحنا في الصلاه حتى كنسمع صوت الغوات من اللور، لدرجه شي وحدين قطعوا الصلاه وبداو كيقولوا هذا ماله. كملت الصلاه ودرت كنشوف ويبان لي واحد الراجل كيتركل وكشاكشو خارجي، عينيه كيتقلبوا وكله كيترعد. الناس نساو الصلاه وتجمعوا عليه، هو مخنوق وزادوا كملوا عليه. مشيت لعندهم وقلت لهم بعدو شويه خليوه يتنفس شويه، وهو يبدا ينطق وكيهضر بصوت اللي غليظ كيقول شي هضره اللي ما فهمتهاش. كلشي بقى غير مصدوم وكيشوف في هاد الحاله، حتى الهاله ديالو ما بانش ليا حيت انا مؤخرا ما بقيتش قادر نشوف الهاله. ما عرفتش شنو السبب، يمكن حيت مقصر في العبادات ديالي. حطيت يدي على راسو وبديت كنقرا الايات ديال علاج السحر وحتى ايات الكرسي اللي كانت معطيه ليا انا باش نقراها. شحال هادي ما عالجت شي واحد، ولكن بقات فيا هاد الحاله وما قدرتش نشوف الراجل هكا كيتعذب. كان معايا واحد الراجل اخر وعاونني، هو شدو انا كنقرا عليه. شويه عدنا هاد الراجل على خير وبخير وقال لينا ما بقيتش عاقل. ملي دخلت للجامع طرا ليا هادشي، بس ليا على يدي وقال لي عافاك عاوني يا السي الفقيه. قلت ليه انا اصلا ما كنعرفش، انا غير سبب وصافي، ما عندي فاش نعاونك. ما كنتش باغي طرا ليا بحال اللي طرا لي في الدوار ويبقاو الناس يجيو لعندي. كنت كنحاول ما امكن نبقى بعيد على الناس، ما عرفتش كل واحد وكيفاش دايره شخصيته. كاين اللي بالعكس كيبغي يبان قدام الناس باللي راه راقي وكيبغي الناس يجيو عنده، انا كنت العكس ديال هادشي. المهم عاوتاني شاعت الهضرة عليا، وشحال من مرة غير كان سالي وصلا كيجي لعندي واحد وكيقول لي راه بنتي ولا مراتي ولا ولدي او لا انا كاع مقيوس وطاريه ليا شي حاجة، وكيبقى يرغبني باش نمشي معاه. انا بصراحة كان فيا واحد العيب هو انني كنحشم من الناس وما كنقدرش نقول لهم لا. صافي كنت كنوافق وكنمشي معاهم وكيجيب الله الشفاء على يدي، حتى لواحد النهار اللي غتوقع فيه ديك الواقعه، حاجه اللي كانت غادي تقضي على حياتي. كنسمع الدقان مع الجوج ديال الليل، كنت يلا تعشيت انا ومراتي والوالده ونعسنا. اللي سمعت الدقان نط باش نحل، والصدمه هي لقيتهم دوك جوج دراري اللي كانوا خدامين معايا واللي علاقتي بيهم شحال هادي تقطعات. سلمت عليهم وقلت لهم كيف طراو جراح حتى تفكرتوني. قالوا لي راه بغينا نهضروا معاك شي حاجه اللي ضروريه. قلت لهم الله يسمعنا اخبار الخير. خرجت من الجامع وتميت غادي معاهم حتى بعدنا شويه، جلسنا في واحد الجرده وقلت لهم شنو واقع. بقاو ساكتين شويه وهو يبان ليا كيجبد شي حاجه من واحد الخنشه، هو يجبد واحد الكتاب وكيبان قديم وكله كيترعد. قلت ليه شنو هذا؟ قال لي عبد القادر قصدناك والمقصود الله، انت الوحيد اللي تقدر تعاوننا. هذا الكتاب هذا راه من اخطر الكتب ديال السحر وديال التحضير، حنا كلانا الفضول ومشينا سرقنا هاد الكتاب لواحد السحار، ودابا راهو حنا معاه بغينا نحضروا الجنون ونشوفوهم.
ولكن صدقنا غير جايبينها في راسنا، راهم تابعيننا وما مخليناش في راحتنا، كل ليلة كنشوفوا الويل والعذاب، ما بقيناش قادرين نصبر. عيينا ما نقلبوا على شي واحد يعاوننا، ولكن مؤخرا سمعنا عليك، داكشي علاش جينا لعندك، حيت انت معرفة ما غتقدرش تردها في وجهنا. شفت فيهم وانا معصب وقلت لهم ياك وصيتكم ديك المرة تبعدوا من هادشي، ياك قلت لكم جنون قيلوهم عليكم، مادامو هما ما وقفوش عليكم ما عندكم ما تديروا بيهم، علاش غادي تحضروهم؟ انا ما عندي فاش نعاونكم، واصلا ما كنقدرش على هادشي، بقاو كيرغبوا فيا وكيعنقوني وكيقولوا لي ياك حنا كنا معتبرينك بحال خونا، وكنا ديما كنجيو منك في الخدمة، عقلتي مني ما كنتيش كتبغي تسربي الشراب وكنخدمو حنا في بلاصتك. وكيف ما قلت لكم، انا الحاجة الوحيدة اللي كانت كتأثر فيا هي الناس يبداو يرغبوني، حيت ما كنقدرش نردها في وجههم. قلت لهم دابا شنو المطلوب مني انا، شنو خصني ندير؟ قالوا لي هاك هاد الكتاب ورجعوا لمولاه باش هكا يقيلنا عليه وما يبقاش يسلط علينا دوك الجن ديالو. قلت لهم ولكن نتوما اللي ديتوه وخاصكم تردوه ليه، نتوما اللي خصكم تعتذروا منه. بقى واحد فيهم كيرغبني وكيقول لي لا عافاك، انت على الاقل فقيه وغادي يحترمك، ماشي في حالنا حنايا، يقدر يزيد يكمل علينا او لا يأدينا كاع. مشاو معايا حتى نعتو لي الدار ديال داك السحار اللي ما كانش بعيده على فين ساكن انا، دقيت عليه ديك الساعه كان الليل كيف ما قلت لكم، والباب تحل الراسو، يلا فت العتبه وانا نتزير، وخاطري ما هنانيش النفس ما بقيتش قادر نطلعها، ويدي اليمنية كيف العادة بدات كترعد، كنشمشي ريحة جاية من البعيد، ريحة ديال الشياط، ريحة اللي خايبة بزاف. دست من حدا واحد البيت هو يبان ليا، كان قاس وشعل الشمع ومدورو بيه، معلق شي شراوط وشي خراقي وحتى جلود ديال الحيوانات، كان واحد المنظر اللي ما عمرني ما شفت في حاله. هادي أول مرة غنشوف شي سحار حقيقي وغادي نتواجه معاه، جات عيني في عينه وغير من الشوفات ديالو كنت غنطيح في الارض، كان كيخلع ديال بصح، وبانت ليا الهالة ديالو اللي كانت كحلة، كانوا كيضرو بيه بزاف الخيالات اللي كوحل، كنت كنسمع بزاف ديال التوشويش والهضرة بيناتهم. ملي شاف الكتاب في يدي وهو يوقف وقال لي صدقتي انت مولاها؟ قلت ليه لا راه ماشي انا اللي شفرته، راه الدراري هما اللي داوه وعطاوه ليا باش نجيبوه ليك. قال لي واحد النهار جيت باش نصلي في الجامع اللي انت فقيه فيه، ولكن الرجال جراو عليا وانت ما درتي والو. قلت لي انا اصلا ما في خباريش هادشي. قال لي دابا بنتي على حقيقتك، انتوما قدام الناس كتبينوا بلي راكم مؤمنين وزعما عارفين بينكم وبين الله، ولكن في الخفاء انتوما شياطين كتر منا حنايا. بدا كيغوت وكنقول ليه راني قلت لك ما خديت حتى شي كتاب، وانا اصلا ما خايفش منك. داك الراجل كان واصل لواحد الدرجه كبيره من الخبث، كان الشيطان لاعب ليه بعقله، وباينه دار شحال من طقس باش يوصل لهاد الشيء، وملي كنقول طقوس يعني ماشي اي واحد يقدر يديره، غيكون ذبح ودار النجاسة على القران ودار شحال من حاجه باش يوصل لهاد الدرجه. داكشي علاش كيبان ليا قوي بزاف، وكنحس براسي صغير قدامه وما قادر ندير والو. اول مره غنعجز، اول مره غنحس بيديا ورجليا مكتفين عليا. شاف فيا وقال لي انا بامكاني نقتلك دابا وندفنك وما يساق لك حد الخبار. خرجني من تماك وهو كيغوت، ومع خرجت وما يبانوا ليا واحد الرجال كانوا نيت ساكنين تما، مع شافوني وقالوا لي اصل الفقيش كدير عند السحار ياك ما حتى انت في حاله، ما خلاوني حتى نشرح ليهم، دا غير بداو كيلوموا وكيلعنوا فيا وقالوا هذا هو اخر الزمان، اش من فقيه باقي، كلشي ولا فيه تحراميات. انا تميت غادي وكنذكر الله وكنقرا القران في نفسي، حيت كنت باقي نزير وكنت حاس بحال شي تقل فوق كتافي، بحال شي حاجه ثقيله محطوطه. وصلت للدار مراتي غير شافتني تخلعات وقالت لي مالك في هذه الحاله، ما عمرني ما شفتك هكا. قلت لها والو غير بغيت نرتاح شويه. كانت ديك الساعه قريبه وقيت الفجر، نط باش نأذن ونصلي بالناس، ولكن جاو ناس قلال ديك الليله وبقى فيا الحال. مشيت باش نعس وانا نحلم بداك الراجل اللي حلمت به في صغري، كان كيجي عندي مره مره، الراجل اللي وراني داك الكتاب وراني آية الكرسي، ولكن كان كيبان بحال الا مسجون اولا مربوط، كانوا يديه ورجليه مكتفين
وحتى فمو مسدود بحال الا باغي يقول لي شي حاجه وما قادرش. وتماك غتبدا المعاناه ديالي، وليت كنشوف غير الظلام في الاحلام ديالي. كنشوف ديما الحنوشه والكلاب تابعيني، كنشوف عيالات ورجال لي سيفتهم خايبه مرت بزاف، وليت ديما كنحلم براسي كنجري في المقابر. طلعت لي السخانه، ما بقيتش قادر حتى نصلي بالناس. كنت غير كنأذن، وحتى داك الاذان كان بزز مني. واحد الراجل هو اللي كيصلي بيهم، هو الوحيد اللي بقى كيتيق بيا، وكان عارف ومتأكد باللي ما عندي حتى شي علاقة بداك الساحر. مراتي ما بقيتش كنقدر نقرب منها، وليت غير معصب. وحتى من الوالدة لاحظت هادشي، حيت وليت كنغوت عليها. من بعد ما كنت ما كنقدرش نهز فيها حتى العين، وليت كنغوت على اتفه الاسباب، غير الا لقيت شي غدا ماشي هو هداك كنبدا نغوت وكنهرس كاع المواعن. بعدت على القران وما بقيتش كنقراه، حيت فين ما كنت كنجي نقراه كنحس براسي ثقيل عليا وكيضرني، كتشدني الدوخه والحروف كيتخلطوا ليا وما كيبقى يبان ليا والو، وكنضطر انني نسدو ونوض. حتى من الصلاه ولات كتجيني ثقيله، وصلت لواحد المرحله ديال ما بقيتش قادر نوقف على رجليا. خفت على خدمتي وخفت لا المندوبيه يوقفوني وما بقاش خدام ويوقفوني على خدمتي. بقيت على داك الحال حتى لواحد الليله، تماك فين يأست وقلت صافي يمكن حياتي سالات. كاع دوك القران اللي تعلمته ما استفدت منه والو، انا ما نستاهلش اصلا نكون فقيه. في ديك الليله نط خديت صلايتي وبديت كنصلي، نضوي الشمعه حدايا وكنصلي وكنبكي وكنطلب الشفاء من عند الله. كنت كنشوف الجن، كنشوفه هو كيدور بيا اشكال وانواع. بقيت على داك الحال كنصلي حتى وصلت وقت الفجر. كان ديك الساعه البرد بزاف، نط لبست جلابتي وغادي باش نحل الجامع، وانا نلقى واحد الراجل كبير في العمر جالس قدام الباب، كان شاد العكاز بيديه واللباس ديالو مخلط ما بين الابيض والاخضر. غير شفت في وجهه جاني نفس الراجل اللي كنت شفت في المنام، واخا ما كانش كيبان ليا واضح ولكن عرفت باللي غيكون هو. يعني هذا الراجل بصح ماشي من الجن، هو راجل حقيقي من البشر. سلمت عليه، يلا حطيت يدي عليه بحال الا ضربني الضو، وحسيت في شي شكل بحال الا كاع داك الحمل اللي كنت هاز فوق كتافي حيد. جلست حداه ونسيت كاع باللي خاصني نحل الجامع. بقى غير كيشوف فيا وكنشوف فيه بحال كنت كنقرا الافكار ديالو. كنا كنهضروا بلا ما نحركوا فمنا. من بعد غادي نعرف بلي هذا الراجل من الصوفيين، راجل اللي عارف بينه وبين الله، ما كيبغيش كثرة تجمعات، ما كيبغيش يبان، يعني بحال الشكل ديالي. راجل اللي ديما ساد عليه وكيتعبد وديما داخل في الخلوه ديالو. قال لي انا مش حالة دي وانا كنتسناك تجي لعندي، ولكن انت ما زرتينيش، داكشي علاش جيت عندك انا. قلت لي بصراحه انا راه ما كنتش عارفك فين كاين، ما كنتش عارفك حتى واش كاين بصح ولا لا، كان كيحسب لي راك من الجن. قال لي انت عندك بزاف المواهب الروحيه ولكن مازال ما تفعلاتش ومازال ما تطورات. بقيت كنشوف فيه وكنتسناه يكمل. عطاني واحد الورد باش نتبعه، وقال لي خاصك تختالي براسك وتحاول ما تاكلش شي حاجه اللي فيها الروح. فهاد المده كامله بغيتك تسد عليك فشي بيت، تكون بعيد على الناس، ومن الاحسن تمشي معايا كاع. معرفتش كيفاش تهزيت بلا هوايه ومشيت معاه، سمحت في الخدمه وسمحت في مراتي وفي الوالده. وكان ساكن خارج مراكش عند واحد الدويره صغيره على قد الحال، عطاني بيت فيها وقال لي هنا ما كاينش اللي غيبرصتك، خذ راحتك وقرا الاوراد ديالك. بقيت مع داك الراجل تقريبا 40 يوم، واش غنقول لكم، شفت شي حوايج اللي مستحيل العقل ولا البشر يتيقها، شي حوايج اللي اصلا ماشي منطقيه. داك الراجل كان بزاف، ما بغيش نهضر على هاد الحوايج وما بغيش نذكر شنو هما، حيت داكشي كيبقى اسرار ديالو. من بعد ما كملت ديك 40 يوم خرجت من داك البيت وحسيت براسي انسان واحد اخر، انسان جديد بحال الا عاد تولدت. كاع ديك الطاقه اللي كانت عندي في صغري رجعات، ورجعت قوه من الاول. وليت عاوتاني كنقدر نشوف الهالات ديال الناس وشي حوايج اللي كثر من هادشي. يقدر يكون جالس معايا بنادم ونعرفو فاش كيفكر بلا ما يدوي معايا ولا يقول لي حتى شي حاجه. هادو غير حوايج بساط من داكشي اللي ولا عندي.
أو لا اللي وليت قادر نديره. وطبعا هادشي كامل راجع للتقرب من الله، وليت متعلق بزاف بداك الراجل، وليت دايرو في حل الواليد، كنت كنتشاور معاه في كلشي، لدرجة أنني جبت مراتي والوالدة وتحولنا من تماك وجينا سكننا خارج مراكش، وليت عاوتاني فقيه في واحد الجامع آخر. هادشي كامل غير باش نبقى قريب من داك الراجل، والحمد لله طراو معايا بزاف الحوايج الزوينين من نهار اللي دخل داك الراجل لحياتي، وليت كنقدر نعالج الناس، كنعالجهم بلا ما نخاف، وحتى من دوك السحارة اللي كيقولوا بلي راهم متمكنين وواصلين لواحد الدرجة اللي كبيرة، كانوا كيخافوا مني بزاف وكيتجنبوني. مع الأسف داك الراجل ما بقاش معايا بزاف، أولا بغيت نقول الشيخ ديالي بلي كملت أنا 32 عام هو مات، خلى ليا بزاف الكتب وخلى ليا دارو، وقال ليا فيما تبغي تختالي براسك أجي ليها، وحتى لدابا أنا باقي عايش في نفس المنطقة، ولات عندي دابا ولد وبنت. الوالدة ديالي مازال عايشة معايا، أما خوتي ما بقيت سمعت عليهم حتى شي حاجة من ديك الوقيتة، وكانت هذه هي قصتي، وكنشكر الناس اللي سمعوا ليها. خوتي هنا كتسالي قصتنا، كيف العادة اللي عنده شي قصة في حالاتي يقدر يصيفطها ليا في انستغرام. أشكر الناس اللي عطاونا من وقتهم، وكيف العادة ما تنساوش تفاعلوا مع القصة، ما تخسروا والو إلا درتوا لايك وخليتوا كومنتار. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في القصة الجاية، والسلام عليكم.